كيف تصلى صلاتك؟ النية محلها الايه؟ القلب. طيب صلاة العيدين كم ركعة؟ ركعتان. الركعة الأولى فيها كم تكبيرة؟ 7 تكبيرات. طب الركعة الثانية فيها كم تكبيرة؟ 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقام. طب بين كل تكبيرة وتكبيرة ماذا نقول؟ سبحان الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله. السؤال دلوقتي أين محل دعاء الاستفتاح في صلاة العيدين؟ ممكن بعد تكبيرة الإحرام مباشرة تقول دعاء الاستفتاح؟ ممكن؟ أيوة ممكن. طب ممكن تخليه قبل قراءة الفاتحة؟ أيوة ممكن. الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. بعد التكبيرات 7 يقرأ الإمام الفاتحة. طب وانت يا مؤتمن تقرأ الفاتحة؟ أيوة. بعد التكبيرات 7 في الركعة الأولى يقرأ الإمام المأموم سورة الفاتحة. لا تزاحموني إلا في أم الكتاب. ما تصلي على حبيب قلبك يطيب عليه الصلاة والسلام. إذا أتيت أنت والإمام في الركعة الأولى من التكبيرة 5 تقضي التكبيرات التي فاتتك؟ لا لا تقضي، كن مع إمامك. طيب بارك الله فيك، إذا أتيت في الركعة الثانية ستكون هي الركعة الأولى لك، فإذا سلم الإمام قم وقت بركعة وكبر فيها 5 تكبيرات. وكبر فيها 5 تكبيرات. بارك الله فيك. خطبة العيد خطبتان أم خطبة واحدة؟ الصحيح أنها خطبة واحدة، وعلى الخطيب ألا ينسى موعظة النساء في آخر الخطبة إذا كان هناك مكبر للصوت. وأرجو من الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن تكونوا قد انتفعتم بما قلته من فقه العيدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.